بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. اليوم على بركة الله انطلقت مرحلة الإياب، مرحلة العودة في دوري نايل، والأندية المصرية والمراكب الشراعية انطلقت أصدقائي، وكل منهما لديه طريق وهدف، والكل حسب قدراته وإمكانياته، والكل أيضا يبحث عن تحقيق ذاته والوصول في نهاية الرحلة إلى المطلوب إثباته. دوري نايل، دوري النسخة رقم 65 أصدقائي من بطولة الدوري المصري الممتاز، تدعونا أصدقائي لمتابعة تنافس جديد ولقاء جديد يجمع البنك الأهلي وطلائع الجيش، كلاكيت تاني مرة هذا الموسم وبداية الدور الثاني للفريقين. والدور الثاني مرحلة الإياب تعني يا أصدقاء أن كل لقاء هو لقاء الفرصة الأخيرة، والنقاط التي ستذهب لن تعود من جديد، ولا وقت للتعويض. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. لحظات أصدقائي وتنطلق صافرة البداية، بداية هذا اللقاء اللي هيديره تحكيميا النهارده حكمنا الدولي الكابتن محمد معروف، وهيساعده كل من عدي عيد وعمرو جمعه كمساعد اول وثاني، ويتواجد اصدقائي ابراهيم محجوب حجما رابعا، بينما هناك في غرفه البار طارق مجدي ومساعده احمد جمال. سريعا هنذهب الى تشكيله الفريقين. الكابتن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الاهلي النهارده بتبديل وحيد عن اخر اللقاءات والفوز على الداخليه بهدف هلال. النهارده بتبديل وحيد بيبدا تشكيله البنك الاهلي بمحمد ابو جبل في حراسه المرمى، رباعي في خط الظهر عاصم صلاح، ايمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيوني، قدامهم اثنين محمد فتحي وسعيده سنبوريه، واربع اوراق هجوميه لفريق البنك الاهلي ممثله في ابراهيم حسن، محمد هلال، كريم بامبو، وفي الامام اسامه فيصل. على الجانب الاخر الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، النهارده بثلاث تبديلات وثلاث تعديلات عن اخر اللقاءات والتعادل السلبي أمام بيراميدز في لقاء الجولة 17. بيبدأ النهاردة الكابتن بسيوني تشكيل طلائع الجيش بمحمد شعبان في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر أحمد متعب، عمرو طارق، خالد سطوحي، حسن مجدي، أيضا قدامهم اثنين فريد شوقي وحميد ماو، وأربع أوراق هجومية لفريق طلائع الجيش مكونة وممثلة في موسى ديوارا، عبد الرحمن شيكا، يسري وحيد، وفي الأمام عمر السعيد. النهارده لقاء في منتهى الأهمية أصدقائي لكلا الفريقين، هو التنافس والمواجهة الأولى اللي بتجمع عبد الحميد بسيوني وطارق مصطفى، لأن عبد الحميد كان تفوق على بابا فاسيليو اللي بدأ المشوار وبدأ الموسم مع البنك الأهلي قبل ولاية طارق مصطفى. تقارب النقاط وفارق الثلاث نقاط ما بين الفريقين، وأيضا تواجدهم خلف بعض في ترتيب دوري نايل. تعالوا أصدقائي نتعرف سويا على اللقاء رقم 143 في دوري نايل، دوري النسخة رقم 65. على بركة الله انطلقت صافرة البداية. طبعا البنك الأهلي بالقميص الأورنج والشورت الأسود، بينما طلائع الجيش بالقميص الأبيض والشورت الأبيض في هذا اللقاء. ودي أول المحاولات، أسامة كورة عرضية لكن في المتناول عند شعبان. هنشوف الضربة الحرة المباشرة، كورة في مكان مميز، أدي الكورة العرضية معدية، خطيرة جدا جدا، خطيرة جدا جدا، كورة مقوسة حلوة عدت من القائم الأول، وكان مكمل عمر السعيد، ولو كان عنده توافق في اللقطة اللي فاتت ديت ومتوقعها كان يقدر يغمزها. محتاجة غمزة لمسة علشان تترجم الى داخل الشباك لك، علشان كده الثلاث نقاط النهاردة في منتهى الأهمية. ودي كرة عرضية ابعاد من الجزار، ودي تسديدة حلوة، تسديدة حلوة حلوة حلوة، لكن العرضيات في تواجد عمر السعيد هتعمل خطورة كبيرة على دفاعات البنك الأهلي. ادي اللمسة الغمزة اللي لحقها الجزار، ودي التسديده الوان تاتش من موسى ديوارا، لو وطى وسطه اكتر من كده كان يقدر يحكمها،
اكتر من كده، لكن عليت عن الاتنين متر 44 سنتي. ادي في وضع البنك الاهلي في مكانة تناسب قدراته وامكاناته. اتلعبت الركنية مرة تانية، دبل باس هلال، الكرة العرضية خطيرة، شعبان 10 على 10، لكن في صفارة من معروف، خطأ ضد ايمن اشرف اللي كان متقدم في الامام. ضربة حرة مباشرة، كرة تقريبا على بعد 32 متر، اعتقد انها هتتسقط داخل المنطقة. عايزة قدم قوية جدا جدا، لكن اعتقد هلال هيعكسها داخل المنطقة، عشان كده فيه 5 أو 6 اورنج على حدود المنطقة. اتلعبت على القائم الاول، ودي لمسة خطيرة، ومرة تانية المتابعة، لكن شعبان كان مكمل كريم بامبو. هل فيها تسلل؟ لكن اتعكست واتعملت بشكل مميز جدا جدا. جملة عاملها طارق مصطفى، لكن قفلها شعبان. وهنشوف قرار محمد معروف، هل كان في رايه من المساعد الاول؟ ادي الكوره، وادي الغمزه من اسامه، حاططها لكريم بامبو اللي جاي خالي تماما من الرقابه. اتنين كانوا موجودين، ايمن وكريم، انه يعمل محطات. اختل التوازن لمتعب، تروح لاسامه خطيره جدا للهلال، ودي كوره عرضيه كان يقدر يخلصها، ودي تسديده خطيره جدا. عايزين يحطوا جون بمعلمه لعيبه البنك الاهلي، لكن بص شوف الحكايه، وبص شوف التمريره الحلوه من اسامه، ضربوا خط الظهر، كان ممكن يسدد صحيح، فرصتها ضعيفه لكن كان قريب جدا. عمل باك باس للي جاي من الخلف للامام، عدت الكره، تلاقي مين؟ تلاقي على طول سعيد السنبوريه، حطها بباطن القدم، لكن يدوب السنتيمترات بجوار القائم الايمن. عايز يخرج طلائع الجيش، لكن حصار من البنك الاهلي، وفي اتاحه لعب جديده بيديها معروف. محمد بسيوني، الكره المتسقطه راسيه من هلال، لكن في المتناول عند الشعبان. وادي الالتحامات، وادي الانفعالات، وادي صفاره انتهاء احداث الشوط الاول. حل المشكله محمد معروف، واطلق اصدقائي صافره انتهاء احداث الشوط الاول في حوار البنك الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون انتصار او انكسار. انتصف المشوار. الى الملتقى اصدقائي مع بدايه الشوط الثاني، تحياتي ايمن الكاشف. زي ما بقول، النقاط في الدور الثاني لها وضع ثاني، لكن خلونا اصدقائي مع صافره بدايه الشوط الثاني نتابع ال 45 دقيقه الحاسمه الفاصله في حوار البنك الاهلي وطلائع الجيش، حوار دوري نايل، دوري النسخه رقم 65. خط اتغير بالكامل في اول 4 دقائق. ادي كره خطيره وابعاد من عمرو، طالع شعبان بيحاول يلمها ابراهيم، لمها ابراهيم حسن، وبيلعب كره عرضيه خطيره، لكن ابعاد من زولا، وتسديده مره ثانيه قويه جدا من فتحي، خد السكند بول بعد كرات ومحاولات، لكن ابعاد 10 على 10 من زولا، والسكند بول لمسه حلوه من فتحي، لكن بتخبط في السكه وتتحول وتبقى ركنيه. سعيد السنبوري، اسامه، فتحي بيسدد تسديده حلوه فيها قوه وفيها يعني قرار جميل جدا من محمد فتحي بالتسديد، لكن عليت المره دي عن المقص اليمين لمحمد شعبان. ادي التسديده القويه، فتحي، سعيد السنبوري، يمرر لابراهيم. هنبدا نشوف تبديلات والتعديلات في تشكيلة البنك الاهلي. الكرة العرضية يلمسها هاني، ولكن تسديدة من هلال، ودي كرة خطيرة وفرصة كبيرة وتسديدة، لكن بلوك عالمي، فرصة كبيرة جدا جلاها وقلشها ابراهيم، لكن تسديدة من كريم بامبو، حط تسديدة لكن بلوك عالمي وفرصة كبيرة جدا. الكرة الثابتة هل تبقى حل؟ اتلعبت عالية، طالع شعبان يلمس لمسة ضعيفة، وكرة في المرمى خطيرة جدا. عاصم صلاح اللي طالما سجل بقميص
طلائع الجيش كان هيعملها وهو يبقى صاحب الحل وصاحب فك الشفرة. حطها يا دوب سنتيمترات عدت اسلام محارب كرة تقريبا على بعد 31 متر. يسري فالجيده يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على مدفع الاجوان. يسري وحيد بتسديده صاروخيه على يمين جباسكي يسجل اول الاجوان. تسديده قويه، تسديده عالميه، مش ممكن مش معقوله. انتظرنا 74 دقيقه، مش لسه بقول لحضراتكم كل ما الكوره تقرب من مرمى البنك الاهلي يتنفس بسيوني الصعداء. يسري وحيد بيطلع تسديده ناريه، سجل في لقاء الافتتاح اول اهداف طلائع الجيش، وفي لقاء الاياب بالتخصص يا حبيبي بالتخصص يسجل تاني اهدافه. عامل عقد مع ابو جبل، كرة من عماد فنت حلو، تمريرة امامية دبل باس، ودي تسديدة حلوة، لكن يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على المثلثات والخدوهات والتسديدة من فيصل. لكن شعبان وجمال شعبان يحط ايده ويطلع الكرة الى خارج الملعب. بقول لحضراتكم هنشوف مباراة تانية اخر 15 دقيقة، لكن ملفتش بالقدم اليسرى المرة دي من اسحاق يعقوبو. اسحاق يعقوبو اللاعب الغاني، بصوا حضراتكم المثلثات والجملة الحلوة وتسديدة فيصل، لكن شعبان متقدم الستة متر قدام مرمى. ادي ايمن بيعمل كنترول وبيسدد تسديدة حلوة، لكن علية القدم اليسرى عايزة ترد على التسديدة العبقرية اللي سددها يسري وحيد. حتى الان اصدقائي لقاء ملعب بتروسبورت، اللقاء اللي بيقام في نفس التوقيت انبي والداخلية، التعادل السلبي لازال موجود. الاعتراضات، اعتراضات من ايمن ومن قعود لانها ركلة جزاء في توقيت قاتل، لكن درس جديد في لقاء مهم جدا جدا، كان اهم عنوان هو الثلاث نقاط. تقدم طلائع الجيش بقذيفة مدوية عن طريق يسري وحيد في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 90 ركلة جزاء. وما تكلمنيش عن الفرص والسيطرة والاستحواذ والأسماء الرنانة واللعيبة الدولية اللي في تشكيلة البنك الأهلي. حوار على بعد 11 متر، يسري وحيد هل يسجل تاني اهدافه في هذا اللقاء وتالت اهدافه في بطولة الدوري؟ حوار وجها لوجه امام ابو جبل جباسكي. داخل يسري وحيد، داخل يسري وحيد، داخل يسري، وبيصدها ابو جبل. يا عيني عليك يا عيني عليك يا جبل، ما يهزك ريح. ابو جبل بيبقي الحظوظ لفريق البنك الاهلي بعد ما ينقذ مرماه من ركل الجزاء، حطها برعونة شديدة جدا جدا يسري وحيد. كل مباراة وكل محطة وكل ثلاث نقاط لهم حسابات ولهم قفزات وبتعمل مشاكل كبيرة. اتلعبت الركنية، ابعاد، لسه الكورة خطيرة مرة تانية. جريندو بيدوروا وبيحاولوا يسيطروا، ادي اسامة، لكن على طول على طول بالجوليوس يعمل ابعاد، وادي ابو جبل بيقلش في مكان خطير. سلامات يا ابو جبل، لكن لسه في هجمة وانطلاقة عند اسحاق يعقوبو، لكن ابعاد، سلامات، قلش الكرة اللي فاتت ديت، رجله دخلت في الارض، لكن سلامات. رمي التماس، وبنلعب في الدقيقة 9 من الوقت البديل. اتلعبت رمية التماس، لمسة من جريندو، لكن على طول تشتيت وابعاد. وبالفعل بالفعل اصدقائي في هذه الاثناء محمد معروف بيصدر الستار على هذه القصة وهذا الحوار بفوز ثمين وغالي.